بصراحة لا حلو حلو. هرجع لك. طب يا دكتور كده سريعا عشان وقتنا، عايزة بس اعرف منك ايه الاخطاء اللي ممكن الاب والام يتجنبوها وهم بيربوا اطفالهم، يعني ايه الاخطاء اللي ممكن تكون عندي انا كأم او كأب ان انا ما اقدرش ان انا اوصل معلومة لطفلي او ان انا اقدر اربيه بطريقة كويسة. تمام. اول حاجه المفروض نبعد عنها خالص تضارب اراء الوالدين، ان بابا يبقى براي وماما براي، ده بيخلي الطفل مشتت وبيوصله للسلوك العند بعد كده. تمام، ان هو ما عندوش مصدر ثقه معين، ده بيقول حاجه وده حاجه، طب اسمع كلام مين؟ تمام، وبيعمل تمرد. الحاجه الثانيه ان انا ما اقولش صفات ابني السلبيه او سلوكياته السلبيه قدام حد، لان ده بينميها جواه وبيخليه طول الوقت يعند ويفضل ماشي على نفس السلوك السلبي. الحاجه الثالثه ان انا ما اقارنش بين ولادي، لان في حاجه في التربيه اسمها فروق فرديه، كل طفل ليه حاجات وقدرات ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيها، فما ينفعش اقارن بين ولادي. الحاجة الثالثة ما ينفعش أقول لابني لأ ما تعملش حاجة وبعد كده يتفاجئ إن أنا بعملها، ده بيقلل الثقة بيني وبينه جدا. تمام جدا.